يا مساء الفل، مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. بدايه اسبوع جديد وبدايه 48 ساعه من الاثاره ومن المتعه. اهم ماتشين يمكن لجماهير الكره في مصر اللي بتنتظرهم او اللي مستنياهم من بدايه الموسم هيحصلوا في ال 48 ساعه اللي جايه، والنهارده تحديدا طبعا البدايه هتكون مع باريس، مع ستاد دو فرانس، انظار العالم كله النهارده الحقيقه، مش بس جماهير الكره في مصر، في مواجهه انجليزيه اسبانيه من العيار الثقيل. الحقيقه يمكن اكاد اجزم يعني انه جماهير الكره في مصر هنا النسبه الاكبر او الغالبيه العظمى بتشجع ريال مدريد. انا بحس النادي ده هو يمكن يكون، طبعا في ناس كتير بتشجع السيتي، في ناس بتشجع تشيلسي، في ناس بتشجع يونايتد، في ناس بتشجع الليفر عشان صلاح. طبعا تالي قبل صلاح ليفربول ما كانش ليه شعبيه في مصر، لكن شعبيته زادت بشكل عنيف جدا مع تالق النجم المصري في صفوف ليفربول. في ناس من مدرسه البايرن وتحب الالمان قوي، والمدارس كتير والجماهير كتير، بس تالي انه الريال صاحب الشعبيه الاكبر بين الجماهير، جماهير كره في مصر. والسؤال الاهم النهارده، هتشجعوا مين؟ هتشجعوا انتمائكم وحبكم للنادي الملكي، ولا هتشجعوا ابنكم محمد صلاح؟ اضيف عليهم فئه ثالثه، الاهلاويه اللي يهمهم جدا 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 انه الريال يعطل في البطوله النهارده او في مشواره للبطوله رقم 14 في تاريخه. خدوا بالكم هي مش بشره خير، لان الريال من ساعه ما اتعملت البطوله دي او من ساعه ما اتسمت البطوله دي بالمسمى الجديد اليويفا تشامبيونز ليج لم يخسر اي مباراه نهائيه. طبعا ويضيف على حلاوه المباراه واثارتها النهائي طبعا الاخير اللي جمع بين الفرقتين، هم اتقابلوا في ثلاث نهائيات، او النهائي النهارده يبقى ثالث نهائي في بطولة دوري الأبطال بيجمع بين ليفربول وبين الريال. الأول كانت سنة 81 بالشكل أو بالطريقة أو الأسلوب والمسمى القديم، الثاني طبعا النهائي اللي ما بننساهوش أبدا، راموس صلاح، صلاح راموس 2018. لكن في فروق كتير جدا وتغيرات كتيرة جدا حصلت على الليفر وعلى الريال ما بين نسخة 2018 ونسخة النهاردة. كل التوفيق لصلاح، أنا الحقيقة براهن، لأنه بين المواجهة دي والمواجهة أو بين الفريق ده والفريق ده، بين المواجهة الأسبانية الإنجليزية، في كمان مواجهة مصرية فرنسية. والحقيقة خليني ألخص لحضراتكم أنه الاثنين دول هيكونوا ممكن من أهم أوراق الحسم فيها الفرقتين. الكلام على مين؟ كلام على أبو صلاح، محمد صلاح نجم مصر المتألق واللي بيقدم واحد من أحسن المواسم ليه عموما في مشواره كله مش بس مع ليفربول، في مواجهه نجم فرنسا ونجم الريال كريم بنزيما، اللي بعتقد برضو ان الموسم ده يمكن يكون افضل موسم لعبه بنزيما طول مشواره ايا كان بقى الفريق اللي كان بيلعب ليه، مش بس برضو في الريال. وشايف المنافسه بين الاثنين على لقب الافضل السنه دي هتكون في منتهى القوه، وبالتاكيد قدره اي منهم على حسم اللقب او انه يكون عامل حسم في مباراه النهارده وتحقيق اللقب لفرقته هتساهم بشكل كبير جدا وتقرب بشكل كبير جدا واحد من الاثنين للقب الافضل على مستوى العالم من قمه نهاية